صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن طلب الدعاء من الناس مكروه سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فماذا يقال في طلب أم سليم رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس رضي الله عنه؟ جائز، هذا من باب الجائز، ولأن الرسول له خصوصية عليه الصلاة والسلام لأنه مجاب الدعوة، هو مثل غيره، ما طلب هذا من الرسول لا يدخل في المكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة وليس مثل غيره. نعم.